ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج العذراء وتوقعات العاطفة لعام 2021. برج العذراء الوضع العاطفي عندنا هيكون شكله عامل ازاي؟ عندنا هيكون في اجواء فعلا هتكون مختلفة علينا، هيكون في اشياء كتير جديدة من بداية السنة. لا، من بداية السنة عندنا ممكن يكون حالات اعجاب، ممكن يكون الشخص اللي في الماضي عايز يقرب، عايز يصلح علاقة، توتر بيبدأ يزول، لكن ان يكون في علاقة عاطفية سعيدة، في خروج، في حالة حلوة، في هنسمع اخبار سعيدة، كل ده هيكون بعد الربع الاول من السنة. لكن عندنا بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين هيكون في أجواء سعيدة جدا بالفعل. أصلا في تغيير لحالة برج العذراء، تغيير لمظهرنا وشكلنا وتعاملنا. برج العذراء انت داخل 2020 بتميز قوي جدا، ده على كل المرتبطين او مش مرتبطين او ايا كان. انت او انت عندنا اهتمام بنفسنا اكتر، عندنا اهتمام بلياقة جسمنا، اهتمام بمظهرنا، اهتمام بطريقة عملنا، اهتمام بكل شيء. ده في حد ذاته بيخلي نظرة الاخرين لينا تختلف، بل بالعكس كمان بيعمل جذب ليه لينا، او بيخلي بعض الاشخاص كده ينجذبوا لينا يعني. هنلاقي ان احنا عندنا تميز واضح جدا وملموس بشكل حلو، الناس كلها تبقى واخده بالها منهم. فهيبقى عندكم حته اللي هو لا كتير هيبقى عايز ان هو يتقرب، عايز يرتبط بيكم. طيب برج العذراء بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين حالات اعجاب، هيكون هنسمع اخبار سعيده كتير. سنه 2021 فيها حب، فيها بدايه، فيها خطوبه، فيها زواج، فيها اتمام لموضوع جدي. يعني ايه؟ اصل 2020 كان فيها علاقات وهمية، يعني اللي هو داخلين في موضوع مش بيكمل، او موضوع بيتعقد، او مش عارفة ايه بيحصل فيه، كان في حاجات كتيرة من دي بتحصل لنا. لكن 2021 لو في ارتباط في بداية السنة هيكون ممكن يدخل في حتة ان هو مش هيكمل، مش هيكمل. لكن احنا لو استنينا وادينا فرصة هيكون عندنا علاقة بتكمل، هتكون في علاقة بتكمل. فعندنا في اتمام لحاجة موجودة حقيقية لبرج العذراء في 2021. الموضوع ده بينطبق كتير على برج العذراء زي ما قلت ان هم بالتغيير في نفسهم. طب انت لو ساعدت نفسك وحسنا وخلينا ان احنا طريقة تعاملنا، طريقة شكلنا، طريقة كل حاجة فينا، حتى كمان طريقة انتقادنا اللي كتير بيبقى بيتضايق منها وبتخليهم ان هم يعيدوا النظر في ان احنا نقرب ولا ما نقربش، حتى دي لو احنا غيرناها هنلاقي كتير، هنلاقي مكاسب. يعني هنلاقي في الموضوع العاطفي مكاسب قوية جدا يا برج العذراء. طيب بالنسبة للناس المرتبطين، احنا الناس المرتبطين عندنا في انتقال من مرحلة لمرحلة، يعني مرحلة عاطفية دي شوية ممكن يكون فيها بعض القلق، لان ممكن تدخل في ضمن المواضيع الوهمية، يعني ممكن يحصل فيه انفصال وبعد كده ممكن يحصل فيه رجوع. العلاقات اللي هي على وشك الانفصال دي ممكن يحصل فيها انفصال، مع ان المنفصلين في رجوع، مع ان المنفصلين في رجوع. يعني لو انت انفصلت قبل نهاية السنة ممكن ترجع للشخص ده تاني في السنة الجديدة، لكن لو انت في مشاكل وهتؤدي الى انفصال ده ممكن الموضوع ينتهي ويبدأ حب جديد، يحصل حد يدعمك بشكل قوي، فبالتالي انت تنجذب للحد الجديد. برج العذراء عندك في انتقال من خطوبة لزواج، عندك من زواج ممكن يكون في بيبي جديد، عندك حتة توطيد العلاقات، لكن العلاقات اللي فيها خلافات ممكن يحصل فيها تباعد ويحصل بعد كده قرب لشخصية تانية هتكون فيها في منها دعم، في منها ترابط اكتر، في احساس ان العلاقة دي متميزة. طيب برج العذراء كمان من الحاجات الحقيقية مهم قوي، ان يعني مهم ان احنا نقولها في المواضيع العاطفية، ان عندك لازم تخلي بالك من طريقة تعاملك، تعاملك مع الشريك واهل الشريك او المقربين للشريك بتاعك سواء رجل او مرأة. ليه؟ لان عندك في اشخاص هم واقفين على حسابات، واقفين على كل كلمة انت بتقولها، عندك اشخاص هيكونوا عايزين يدمروا العلاقة دي، يعني في كلام كتير بيتقال، يعني كلام وانتقادية كتير جدا لبرج العذراء.
ليكم مش لي. برج العذراء يبقى متعود، مي بتقول انتقاد يبقى العذراء اللي بينتقد. المشكله ان انت اللي هتكون منتقد كتير، فلازم تغير طريقه تعاملك، طريقه ان انت تفاهمنا معاهم، تعاملاتنا، كل ده لازم نكون واخدين بالنا منه جدا جدا عشان نقدر نحنا نسكت او نخرس، نخليهم يخرسوا ما يتكلموش معانا ولا يتكلموا علينا ولا ينتقدونا. في اشخاص عايزين يعملوا مشاكل ما بين الاثنين ويبدا يحصل فرقه. طيب برج العذراء كمان من الحاجات الحقيقي مهمة ونركز عليها برضو، الناس اللي هم منفصلين كتير جدا، او في ابراج كتير جدا لبرج العذراء بيفكروا فيكم وعايزين ان هم يرجعوا، وده لو حصل كمان بنسبة اكتر في خلال سنة، لو انا هقول في سنة 2020 فالنص الاول، دول اكتر ناس هيكونوا عايزين يرجعوا لكم وباقيين عليكم جدا يا برج العذراء. خلي بالك قوي لازم تفكر في الرجوع لانك انت كمان بتفكر في الماضي، يعني برج كمان يا برج العذراء بتفكر في الماضي وعندك اللي هو يعني باقي على الماضي جدا، بتبكي كتير وبتميل الى الوحدة كتير، وممكن في منكم يميل الى الاكتئاب بالنسبة للناس المنفصلين، وده بيكون اكتر او اشد على بعض الابراج، مثلا زي الحوت المائي، زي الحمل الناري، زي العقرب المائي برضو. يعني عندك في مجموعة كده من الابراج، برج الاسد، برج الميزان، في ابراج انت باقي عليها قوي وبتبكي عشانها، ده لو حصل فيه انفصال، مع ان انت ممكن تكون اتجرحت او اتظلمت. بس اقول حاجة صغيرة بالنسبة لاصحاب برج العذراء، بالفعل اللي اتظلم او اتجرح او 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 اتنهبت في شيء، حسيت ان الشريك كان عايز ياخد منك مش يضيف ليك، ده انت هتلاقي حقك بيرجع لك، هتلاقي ان الشخص ده عايز يصلح معاك، باقي عليه، بيقول لك سامحني، هتلاقي ان انت حقك بيجي لك، هتلاقي ان هو عنده تعب بيمر بيه فيبدا ان هو يقول لك طب خلاص، طب ننسى، طب، فهتلاقي لغات من الاعتذار كتير جدا من الشخصيه دي. لكن ما تبقاش توجع في قلبك وتوجع في نفسك، انت عندك حب جديد ممكن تختار ما بينه وما بين الماضي اللي هيبقى بيرجع لك. يعني من الاخر انت هتتربع على عرش باقي اصحاب كل العذرائيين المرتبطين ولا اللي مش مرتبطين، اهو المنفصلين هم اللي متميزين جدا جدا ما شاء الله طبعا على العاطفه في برج العذراء، لان الماضي بيرجع لك، اذا كرامتك بترجع لك، اذا لو انت عايز ترجع للماضي فهيرجع لك، وفي نفس الوقت انت عندك حب جديد، عندك اشخاص بتدعمك جدا، بس وارب الباب، ما بلاش نقفله، ما بلاش نسد، خاصة انت يا مرأة برج العذراء. مرأة العذراء انت عايزة استقرار قوي، ونفسك ان يكون في حياة وبيت ودنيا وحد يسأل واهتمامات متبادلة، كل ده انت بتتمنيه بشكل قوي، لكن في نفس الوقت بنصد، يعني نبقى نفسنا كده جدا ونحب قوي ده، بس اول ما الموضوع بيجي فعلا بنصد، ما تفهموش فيه ايه بالظبط، بس ده بيحصل. طيب عامة ولازم نبتعد عن العصبية، انا لو هقول شويه نصايح للعاطفه، لازم نبعد عن العصبيه يا رجل برج العذراء، لازم نفتح الباب شويه يا مرأة العذراء. يعني ايه اللي هو احنا في الاول بنبقى عايزين ارتباط وحب وفاتحين الباب جدا، اول ما بيحصل حاجه بنبقى قافلين الباب مش بنعرف حتى نواربه، فاللي هو لا، خلي الدنيا كده مفتوحه شويه. كمان حاجه مهمه قوي ان احنا ما بلاش نركز على الاخرين او نركز في كلام الاخرين، مهم جدا، انت عندك علاقة انت باقي عليها في الماضي، بس في نفس الوقت انت عايز تفتح باب جديد، فدي شكل العلاقة العاطفية. لكن في اشخاص عايزين يبوظوا العلاقات اكتر، ده موجود جدا. طب بالنسبة برضو للعلاقات العاطفية، مين اكتر الابراج اللي هتكون عايزة تقرب من اصحاب برج العذراء ويبقى فيه حب؟ تعالوا نتكلم من الابراج الترابية اللي زي اصحاب برج العذراء، نفس العيلة، برج الثور. الثور لو حصل في ارتباط ما بيننا، يبقى العذراء بيكون عنده حياة عاطفية سعيدة، تمام؟ دي اول نقطة. النقطة الحاجة التانية، لان الثور عنده دعم، يعني بيدعم الشريك والعذراء بيدعم، فالاتنين هيبقوا حالة قوية جدا، يعني تخلي بالكم قوي قوي على علاقتكم دي، هتكونوا ثنائي ناجح بشكل قوي. فبرج الثور علاقته يعني قريب لبرج العذراء، وهتبقى علاقة ناجحة جدا في عام 2021، وهيبقى في بداية حلوة ما بينهم. برج الجدي النص الاول هيكون في ليك ارتباط مع الجدي بصورة حلوة. الابراج النارية، برج الحمل انت عندك منه رجوع اكتر من انه ارتباط يكون جديد. برج الاسد انت عندك النص الاول، ممكن يحصل ان عارفين اللي هو الخلاف او العاصفة اللي بتسبق مش عارفة ايه، يعني الاسد انت ممكن تتخانق معاه
لكن انت في النص التاني تقرب منه. يعني الخناقة اللي هتخليكم تتعرفوا على بعض، او مشكلة هتخليكم تتعرفوا على بعض. طيب عامة كمان عندنا الابراج الهوائية، برج الدلو. برج الدلو سريعا، برج الدلو عندك اكثر الابراج حظ، واضافة ليك قوية جدا جدا جدا. هيكون عندنا حالات استمتاع بالحب والرومانسية وبداية جديدة فعلا لحياة برج العذراء مع الدلو حقيقي. طيب عندنا كمان برج الميزان. الميزان عندك لو انت رجل العذراء وهي مرأة الميزان، العلاقة دي هتكون ناجحة جدا جدا، هيكون فيها حب، فيها رومانسية، وده ببعض الشهور مش كل الشهور. طيب عندنا كمان من الأبراج المائية العقرب. العقرب الدنيا عندنا برضو هتتحسن بشكل حلو جدا عاطفيا لو احنا وافقنا على شخصية من اصحاب برج العقرب. برضو برج السرطان عندك ليه رجوع اكتر، يعني السرطان نسبة رجوع للسرطان مع العذراء اكتر بكتير من انها تكون بداية جديدة. عندك الابراج برضو اللي هي احنا قلنا النارية، من الابراج النارية القوس. القوس برضو فيه ليك رجوع، رجوع بعد مشكلة، يعني ممكن يحصل ليك في مشكلة او حصل مشكلة وليها تتبعات بس مش حصل انفصال كامل، فده هيكون في رجوع بس الرجوع بشكل افضل واحسن، يعني بعد انتقادات متبادلة لا هي او خلاف، ممكن يكون خلاف بسبب عائلة او خلاف اسري يعني، فهيكون عندنا بعدها رجوع. دي اكتر الابراج اللي هيكون فيها رجوع وفي بداية جديدة، يعني انت في زي لينك كده ما بينكم بتنجذبوا لبعض بشكل قوي. ومع التوقعات الشهرية الموضوع ده هيختلف شوية، هنبقى نوضحه في التوقعات الشهرية. انا بتمنى لكم السعادة، عندنا حب يا برج العذراء، عندنا بداية جديدة، عندنا امل في العاطفة، عندنا تحسن في الاحوال. تعبنا وهلكنا ومتنا عاطفيا 2020، لا هيكون في خير ان شاء الله قريب. فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.